السود، وسجل أحمد قاسمي للنصر بعد كرة على المقاس من حراق. وصلت إلى خاصف الذي مرر نحو قاسمي مفتتحا باب التسجيل. الهدف الأول لكن بتوقيت مثالي، توقيت جميل. انصار نصر حسين دايما فريقون جميلة، لاحظوا التمريرة كانت رائعة باتجاه خاصف نوفل الذي مرر على الطبق من ذهب. لاحظوا الإعادة، الكرة كانت جميلة والرؤية كانت أجمل، والتسديدة والتمريرة كهجمات المرتدة. ومع بداية الشوط الثاني سجل مواقل النصر من تسديدة على مشارف منطقة 18 مترا. هدف المباراة لنصر حسين داي بالدقيقة الرابعة والخمسين. ممثل الجزائر واصل الضغط وهدد مرمى المنافس أكثر من مرة لينهي اللقاء بثنائية في انتظار مباراة العودة مطلع ديسمبر الداخل. الذين بإمكانهم أن يحققوا الآن. من جهة